فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في قول الحنابلة رحمة الله عليهم: وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم. هذا عد مسألة خلافية، هل إذا رؤي الهلال يلزم كل أهل الأرض من المسلمين أن يصوموا ولو اختلفت المطالع؟ لا، الصحيح أنه تختلف المطالع، وكل قوم يصومون برؤيتهم، لأن المطالع تختلف، يطلع عندنا ولا يطلع عند الآخرين إلا بعدنا مثلا. نعم.